طبعا يعني انا شايفه ده جديد، الاسعار بتزيد، دعم اتشال، دعم انا اتشال من على العيش، اتشال من على التموين. دلوقتي نفس الاسعار انا والناس احنا 10 افراد، لما نوصل ندفع 300 وي سعر الحاجات التموين احنا كنا بندفع فيها 70 جنيه، يبقى فين الدعم؟ دعم ايه؟ فين الدعم؟ فين الدوله؟ احنا في رئيس انتخبناه نزلنا قضينا له صوتنا على اساس ان هو قال انتوا نور عينينا. فين نور عينيك؟ نور عينيك انت، انت علينا النور، انت علينا الميه، وكمان التمويل مش الدعم. الشعب ياكل منين؟ احنا ناكل منين؟ العيش، العيش احنا نازلين النهارده لازم نستلم البطاقه. فين ايام دكتور مرسي لما كانوا في يوم من الايام قلنا هننزل بطاقه التموين اللي هي بتاعت البنزين؟ الاعلام كله اتكلم على البنزين وقالوا ازاي تنزلوا بطاقه دعم ومش بطاقه دعم. دلوقتي العيش بيتاخد بالبطاقه، احنا وصلنا للحال ده؟ احنا ايه؟ انتوا بتتعاملوا معانا كده ليه؟ الشعب ده ياكل منين؟ يسرق؟ انتوا عايزين توصلوا الشعب للسرقه؟ الشباب ده ياكل منين؟ ولا الناس دي تاكل منين؟ ايه المنظر ده؟ احنا عمرنا ما شفنا المنظر ده في حياتنا. ياكل منين؟ الناس تروح تسرق، انتوا بتوصلوا الشعب للسرقه والاكل الحرام. اتقوا ربنا في الشعب، اتقوا ربنا في الشعب المصري. ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده؟